مع كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. تفضلوا يا فندم السيد. تفضلوا تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني بعد اللقاء ده وبعد الكلام اللي أنا سمعته من أهلنا، أهلنا اللي أب أو أم الشهيد أو مصاب أو حتى أهلنا اللي شاركوا في الحروب السابقة، كان ما كانش ممكن أبدا إن أنا ما كنتش موجود في يوم زي ده وأشوفكم وأشكركم. فأرجو أن أنتم تقبلوا مني كل التقدير والاحترام والشكر، يعني شكرا جزيلا، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. كان مهم قوي برضو أن أنا أكون موجود النهاردة عشان أوجه لكم جميعا التحية والتقدير والشكر للجيش وللشرطة، لأن كل يوم كل يوم بيتأكد قد إيه ربنا أراد إن هو يحمي بلدنا. الدور ده في حماية بلد فيها 90 مليون، وسط فتن يعني صعبة بتمر وبتمزق دول كتير حوالي مننا، كان ممكن بمنتهى السهولة والبساطة. وخلي بالكم من الكلمة اللي أنا هقولها ديت، لو كان الجيش ده بتاع حد، لو كان الجيش ده بتاع حد غير انه يكون بتاع المصريين كان بقى فيه كلام تاني. لكن الجيش ده دايما وهيفضل بس لمصر، لمصر بس، عمره ما هيكون. وانا بقولها لكم وباكدها عليكم، وعشان حتى طلبة الكلية الحربية والشرطة كمان تبقى سامعة الكلام ده وفهمها، كل ما الجيش والشرطة يبقوا عشان خاطر بلدهم بس مش عشان خاطر حد تاني، تبقى مصر في أمان. الناس اللي موجودة في أي مكان تمشي وتتغير، لكن مصر تفضل مصر. واللي بيحب بلده لازم الفهم ده والاعتقاد ده يبقى موجود جواه. الجيش والشرطة وأجهزة الدولة بتشتغل عشان خاطر بلدها، عشان خاطر مين؟ بلدها مصر وشعب مصر، تحميه وتحافظ عليه وتحفظ البلد بحدودها بمؤسساتها بأجهزتها، مش عشان نحن بس، عشان حتى الأجيال القادمة. وأنا سعيد إن في طلبة من طلبة الجامعة موجودين معانا، واحنا محتاجين الحقيقه ان احنا يبقى في تواصل اكتر من كده مع شبابنا اللي موجودين في الجامعه. وفرصه عظيمه قوي ان المناسبات اللي زي كده يبقوا حاضرين معانا، ومش بس المناسبات ديت، الانشطه المختلفه اللي موجوده من فضلكم خلوا ابناء مصر يحضروها ويشوفوها عشان يعرفوا ويسمعوا إن ويحسوا بنبض الجيش ونبض الشرطة ونبض مصر في اللقاءات اللي زي كده. أنا المفروض إن أنا في لقاء شهري كنت وعدت المصريين إن أنا أتكلم من خلاله مع الناس ويتم يعني تناول الموضوعات المختلفة، فاسمحوا لي إن أنا ما أكررش ده ويبقى اللقاء اللي احنا موجودين فيه مع حضراتكم
من خلاله ممكن قوي أتكلم عن هذه الموضوعات عشان أوفر وقت عليكم وعلى المصريين اللي بيسمعوني. أنا يمكن هتكلم أول موضوع عايز أتكلم فيه هو الموضوع اللي خاص بالانتخابات. الانتخابات استكمال لمؤسسات الدولة، استكمال لخريطة الطريق. الانتخابات البرلمانية معناها ببساطة خالص إن يبقى في سلطة موجودة معانا داخلة أو بتتعامل مع موضوعات كتير جدا جدا نحن في أمس الحاجة ليها. ففكرة إن إحنا، وأنا بقولها تاني، إن مش عايزين لا، وفي أسرع وقت أيوة، وبأكبر قدر من الشفافية تمام. طب ليه؟ لأن إحنا بنخوض تجربة بناء مصر الحديثة بكل ما فيها من طيب وجيد وكل ما فيها من غير طيب وغير جيد. مش كل الأمور اللي إحنا هنتحرك فيها هنحصل فيها على النتائج اللي بنتمناها، ولازم نبقى عارفين كده. وده الثراء غنى التجربة بتاعتنا، وأنا عارف ده، عارف إن التجربة دي ممكن تفرز، مش تجربة الانتخابات، التجربة بتاعتنا هيبقى جواها عقبات وجواها مشاكل زي اللي احنا بنعيشها دلوقتي. بس انا ارجع تاني لموضوع الانتخابات واقول ان احنا محتاجين ان يبقى في برلمان يستكمل معانا الرقابة والتشريع على السلطة عشان نعيش التجربة دي ونقدر نتفاعل معاها وحتى نطلع بنتائج وبسرعة. لكن في نقطة مهمة خلوني اتكلم فيها برضه. أنا كنت طلبت في لقاء مع الأحزاب والقوى السياسية إن هم يفكروا في إن هم يعملوا حاجة موحدة، وكان الهدف من كده إيه؟ بقول إن التحديات اللي موجودة جوه مصر واللي بتجابهنا ضخمة جدا، فعايز اصطفاف، عايز إن إحنا نبقى جنب بعض عشان الوقت محتاج كده أكتر من أي وقت تاني. ده اللي إحنا كنا طلبنا منه وبرضو بطلبه تاني. خلونا الدورة اللي جاية دي أو الانتخابات اللي جاية دي أو البرلمان القادم ده يبقى فيه الكتلة بالطريقة ديت، عليها توافق. طب ده ضد إرادة الناس؟ لا، ده بانتخابات الناس، بس بننور للناس، للمصريين بنقول لهم المجموعة ديت احنا بنقدمها لكم وتوافقنا عليهم عشان المرحلة مهمة وحرجة، وحنخش في مسائل كتير جدا جدا خاصة بالدستور الجديد وبالقوانين وبالتشريعات الخاصة به. فمحتاجة إن الكيان البرلمان القادم يبقى منتبه لده وواعي لده وحريص على إن هو ينفذه بشكل كويس. دي نقطة أنا حبيت بس أكدها لكل من يهتم بأمر الانتخابات، وأنا بزيل من قدامه أي شكوك، بقوله من فضلك ما تفكرش بالطريقة ديت، لأنك أنت كده بتحطني على إن أنا يعني نظام عايز لا، أنا كل همي في الدنيا إن البلد دي تقوم وتبقى قد الدنيا بس، غير كده مفيش. ويا رب ربنا سبحانه وتعالى يعيننا ويوفقنا لده. احنا بنقول دايما إن النوايا، نوايا طيبة كلها خير وبناء وتعمير وإصلاح، مش حاجة تانية. أنا بقول كده ليه؟ لن نستطيع ان احنا كدوله ان احنا في من اول تجربه نقدر نحط كل شيء بالشكل الجيد، مش حول المثالي اللي يرضي كل الناس. انما مهم قوي ان احنا برضو بقول تاني لا نتشكك في نوايا بعضنا ولا ارادتنا في ان احنا نعبر بنفسنا وبلدنا للامام. دي نقطه في منتهى الاهميه حبيت ابدا بيها كلامي معاكم. الموضوع الثاني خاص بالمؤتمر الاقتصادي، وانا عايز اقول لكم على حاجه. المؤتمر الاقتصادي نجح لان اراده المصريين وقلوب المصريين كانت معانا. هقول تاني، هقولها مره كمان، المؤتمر الاقتصادي مش نجح عشان احنا قعدنا له كويس بس ولا احنا اجتهدنا فيه بس، لا، لان الناس المصريين بقت تهتم اهتمام شديد، واهتمامها تحول الى رجاء
رجاء لله سبحانه وتعالى. فبقى الجهد جنب منه إرادة الناس ورغبات الناس ودعاء الناس. يتبقى حاجة في المؤتمر ده بعد كل الاتفاقات وبعد كل البروتوكولات اللي احنا وقعنا عليها في المؤتمر. أنا كنت بقول المؤتمر الاقتصادي دراع مصر، لكن قلت برضو في التعليق هناك إن المؤتمر الاقتصادي ده جزء من الموضوع، لكن احنا كمصريين نقدر كمان نتحرك بسرعة أكبر من كده، وده المطلوب مننا دلوقتي. يعني في جزء ربنا وفقنا ليه خلال هذا المؤتمر، وهديكم مثال وأنا ذكرته قبل كده بس مش هكرره يعني بشكل كبير. يعني أنا قلت لكم إن يكفينا مثلا إن احنا في المؤتمر ده وقعنا عقود لموضوعات كانت عاملة عقبات كبيرة جدا قدام استقرار بلدنا، قدام استقرار يعني خدمات بلدنا زي الكهرباء على سبيل المثال، زي الطاقة. يعني عقد واحد فيهم، عقد واحد في الكهرباء، هذا العقد اللي بنتكلم على ان احنا نضيف للشبكة، عقد واحد بتكلم فيه بس، هذا العقد يدينا نص ما اتعمل خلال السنين اللي فاتت كلها. بتكلم على 13200 ميجا كهرباء. كل ده كويس وكل ده يطمننا على ان بكرة بفضل الله هيبقى احسن، لكن يبقى ان احنا المصريين محتاجين نبذل جهد كبير قوي. وانا لما بقول الكلام ده ما اقصدش بيه ان يعني اي سوء يعني، لكن احنا محتاجين كده. وهديكم مثال، من يومين كنت يعني جبت المسؤولين عن موضوعين، موضوع خاص بالعاصمة الإدارية الجديدة، والموضوع الثاني خاص بالمليون فدان. في العاصمة الجديدة لقيت يعني القائمين على الأمر بيقولوا احنا دلوقتي، انا بكلمكم والكلام ده كلام من فضلكم اسمعوا كويس، فقالوا احنا ما بقيناش لاقيين دلوقتي شركات تشتغل معانا في مجال الإنشاء، وانت بتطلب ان المدينة تخلص في 3 سنين. ده احنا كنا عاملين حسابنا على 7-9 سنين او 12 سنة في المرحلة الاولى، فبالطريقة اللي انت بتطلب منها الموضوع، بتطلب بيها تنفيذ المشروع، مش هنقدر الا اذا تعاقدنا مع شركات من الخارج. اهلا وسهلا، بس احنا خلصنا شبابنا والناس اللي راجعين من ليبيا واللي ممكن يكونوا هيرجعوا من اليمن، خلصناهم؟ يعني انا جبت مثال بسيط على ان احنا محتاجين ان شبابنا يعني يضحي معانا حتى لو كانت المهنة مش مناسبة من وجهة نظره، حتى لو كانت المهنة اللي احنا بنتكلم فيها قد لا تكون، هو متعلم حاجة تانية صحيح، فيمكن تكون مش مناسبة ليه لانه هو ما اشتغلهاش، فهو ممكن يكون بيشتغل او متدرب او متخرج على حاجة تانية. لكن احنا محتاجين دلوقتي حجم ضخم جدا في هذا الموضوع عشان نقدر ننجز المهام اللي احنا بنتكلم فيها في اقل وقت ممكن، او انا هبقى مضطر ان انا، لان احنا اتفقنا مع كل اللي بيجي يشتغل معانا ان هو يستخدم العمالة المصرية والمنتجات المصرية والخامات المصرية، ويجيب كمان لو هو هيستثمر يجيب اموال من الخارج وما ياخدش او لا يتعامل مع البنوك المصرية في انه ياخد اموال
لصالح هذه المشروعات. الهدف من كده ان هم يضخوا اموال من الخارج، والناس موافقه وهتعمل كده. بس الشق ده اللي انا بتكلم فيه، اللي هو اذا كنا بنتكلم على ان المؤتمر الاقتصادي ممكن يكون بيحقق النتائج كويسه، النتائج دي هتبقى اعظم من كده بكتير لو احنا المصريين محصله جهدنا بقت اكتر، وبقينا عندنا استعداد ان احنا الثلاث اربع سنين اللي جايين نبذل فيهم جهد. لان انا عايز اقول حتى للمقاولين وللشركات، من فضلكم نحن هنظل نعمل بالمعدلات ديت بفضل الله سبحانه وتعالى، وطول ما انا فيا نفس معدلات العمل دي بالسعة دي بالحجم ده مش هتبطل، مش هترتاحوا غير لما كده. أنا بكلمكم لأن إحنا محتاجين عشان المؤتمر ده، ما نقولش إن المؤتمر الاقتصادي حقق أهدافه وكل الناس المستثمرين تقدموا لينا، هما تقدموا عشان عارفين إن مصر بفضل الله سبحانه وتعالى مستقرة وأمنة، وبفضل الله سبحانه وتعالى دولة بتحترم تعهداتها، وبفضل الله سبحانه وتعالى عندها فرص استثمار تعتبر تاني دولة في العالم العائد الاستثماري بتاعها موجود في بلدنا. لكن احنا كمان احنا محتاجين كمان ندي جهد ونتعامل مع التغير ده، مع التطور ده في الأنشطة اللي موجودة. يعني لو عايز اصلح المليون فدان، وانا لغايه دلوقتي وانا قاعد معاكم لم اطلق هذا المشروع حتى الان. ليه؟ لان لا يمكن اطلقه ان شاء الله زيه زي مينا دمياط الا اذا كان هذا الموضوع حاجته جد، مش حاجته حاجبها، لا حاجته يعني المعدات اللي هتشتغل خلاص احنا موجوده، وحنروح ساعة لما نعلن المشروع ونقول لحضراتكم ويتشرح قدام منكم هتكون المعدات موجودة في المواقع بتشتغل. لكن الموضوع بتاع المليون فدان مش استصلاح عبارة عن بير مية بنحفره، لا ده طريق سهل. وإن كان ده أنا مستعد، لو كان فقط الموضوع بالنسبة لنا إن أنا أعمل مليون فدان إن أنا أحفر بير مية ويشتغل عشان يروي، إن كان كده بس أنا ممكن بفضل الله سبحانه وتعالى يبقوا 2 مليون فدان في خلال سنة ولا سنتين. لكن إحنا بندور على حاجة تانية، ولازم كلكم تبقوا معايا فيها. إحنا عايزين نعمل ريف جديد، ريف جديد. ده الريف بتاع 100 و200 سنة اللي جايين، ريف جديد متنظم مترتب كل حاجة فيه للأهل اللي هيروحوا هناك. ده عايز جهد كتير وكمان عايز تمويل كبير. لكن أنا بقول المؤتمر الاقتصادي إحنا بقى كمان لسه عشان نكمل النجاح فيه حقيقة علينا عبء كبير جدا كمصريين، وربنا يعيننا ويعينكم على كده. احنا شكلنا لجنة برضو برئاسة مجلس الوزراء وفي الرئاسة عندنا لمتابعة كل العقود وكل الالتزامات وكل الوعود اللي احنا وعدنا بيها المستثمرين في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، عشان نشوف بعد سنة ان شاء الله يا ترى احنا اللي احنا اتكلمنا فيه مع المستثمرين واتفقنا عليه اخباره ايه. وحنقول لكم وهنقول لكم الخير ومش خير، الحاجة الحلوة اللي عملناها هنقول عليها، والحاجة اللي مش حلوة هنقول احنا ما عرفناش نعملها. طب ده كلام؟ ايوة انا بعمل كده عشان انتوا تبقوا في الصورة دائما. وبعدما انا قلت كده خليني ادي امثلة عشان الطرق والكباري اللي هي كانت المفروض تخلص وما خلصتش يا عماد. خلي بالك في شهر 8 هتقف قدام الناس يا تعيش
يا تعيش. صحيح. يعني أنا هقول لكم على حاجة، لما بنيجي نتكلم على طريق الوصلة من اسكندرية، من محطة الرسوم لغاية كارفور في اسكندرية وغيره كتير، لما الموضوع ده نقول اعملوا الطريق 4 حارات ولا 5 حارات رايح جاي، وعملوا لي الكباري اللي بتعدي فوق منه عشان ترحموا القرى اللي على الجنبين ما حدش يحصل له حوادث، ويبقى طريق كويس، ويكون معاده في كام يا فندم؟ كام يا فندم؟ 30/6. ولغايه النهارده انا بكلمكم ما خلص 30/6 اللي فات. انا بقول الكلام ده ليه؟ مش عشان عماد، لان عماد مش هيعمل الشغل ده لوحده، لكن في شركات شغاله بتعمل ده. من فضلكم معدلات العمل اللي احنا شغالين بيها بالطريقه ديت مش كفايه. لا لا والله ما كفايه. من فضلكم احنا محتاجين، وانا بقول لكم مش مصر متعلقه في رقابينا كلنا، حتى في الشركات اللي بتشتغل شغل زي كده، انت بترحم الناس اللي بتمشي على الطريق من حادثه او من تاخير او من ان هو يعاني حتى. فكل ما هتنجز مهمه في المجال ده، مجال الخدمات بالذات، في مستشفى، في مدرسه، في طريق، في كوبري، في محطة كهرباء، في محطة مية، محطة صرف، يبقى معدلات العمل اللي قبل كده بتاعت سنة واثنين وثلاثة دي مش هتكون مناسبة معانا على الإطلاق، لأن الخدمات عندنا بكل صراحة ظروفها صعبة جدا، والناس بتعاني كتير، بتعاني كتير. فأنا بس اتفضل يا عماد، بقول لكم إن احنا هنقول ده وهنقول ده. فلما حتى جينا قلنا للناس الأجانب ان هم بيشتغلوا ببرامج وبيشتغلوا بصراحة، يعني ليهم برامج وبيشتغلوا بجدول زمني هم ما بيحيدوش عنه، وطلبنا منهم وقلنا لهم الموضوع مش عشان انك انت بتنجز صفقة معايا، ده المسألة كلها ان انا محتاج ان المصريين بيعانوا كل يوم وكل شهر بيعدي علينا من غير ما نعمل فيه انجاز احنا بنخسر. فعشان كده ما تخافش، ما تخافش وانت بتشتغل عشان خاطر بلدك. هكلمكم عن ان شاء الله احنا في شهر 8 الترتيب ان احنا نكون القناه بفضل الله سبحانه وتعالى خلصت. احنا شغالين دلوقتي في التاكسيات بتاعت الاجانب بتاعت القناه، وان شاء الله في خلال هذا الشهر هتبدا المرحله الخاصه بالارشاد اللي هيتحط فيه القناة، ونبقى بفضل الله زي ما اتفقنا ان شاء الله في شهر 8 نفتتح الفرع او القناة الجديدة لقناة السويس، وجنب منها او معاها حجم الطرق اللي احنا اتفقنا عليه، وارجو ان احنا نقدر نحل ده في التوقيت اللي احنا بنقوله. هو صعب لكن الحلم كمان صعب انه يتحقق إلا إذا كان في ناس يعني بتحلم وبتكافح عشان تنفذ حلمها بفضل الله سبحانه وتعالى. اسمحوا لي أن أنا هكلمكم برضو عن اتفاق الخرطوم، ويمكن أنتم سمعتم الكلمة اللي أنا قلتها في الخرطوم تعليقا على الاتفاق، وسمعتوا الكلمة اللي أنا قلتها في البرلمان الأثيوبي بعد ما وقعنا الاتفاق. خلينا أقول لكم إن إحنا لازم نعترف إن خلال السنين اللي فاتت محدش بيحل المسألة على مستوى الدولة في يوم وليلة، ولا في شهر ولا في سنة ولا اتنين، واستقرار العلاقات بين الدول بيمر على اختبارات. اللي أنا بقوله لكم وبقوله للمصريين وبقوله للإعلاميين، انتم ما تتصوروش رد الفعل اللي انا شفته على المؤتمر اللي تم اذاعته على الهواء من سنتين وشوية. فاكرينه؟ فاكرينه؟ احنا هنا في مصر ضحكنا وافتكرنا ان الموضوع يعني ايه غلطة، يعني لا لا،
دي دول عايزة تعيش وبتسمع كل همسة ونفس خاصة بعيشها وبتحسبها. الحقيقة أنا فوجئت إن الموضوع يعني معلم قوي في نفوس الشعب الأثيوبي العادي، ومتصور إن إحنا مستعدين نأذيه ونعمل حاجات كتير قوي في إطار الكلام اللي سمعه. اللي أنا مقصود الكلام المقاربة بتاعتنا والفكرة بتاعتنا، الفكرة المبنية على التعاون والفكرة المبنية على الحوار والفكرة على إن إحنا نتفهم مصالح بعض، ده كان المقاربة اللي إحنا قلنا عليها وبنتحرك بننفذها، مش بس مع أثيوبيا لا. أنا عايز أقول لكم على حاجة كتير مننا محتاج يخبلوا منها. القرآن الكريم كتاب استراتيجية، يعني ما يجي الحق سبحانه وتعالى يقول لكم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، دي استراتيجية. بس الناس مش، فاحنا بنتعاون مع كل الناس وبنبدأ بكل الخير وبنطرح تفاهم لمصالح غيرنا، زي ما احنا عايزين نعيش هم كمان عايزين يعيشوا، واحنا لو نقدر نساعدهم في انهم يعيشوا افضل ياريت. ياريت اقدر، ياريت مصر وهتقدر، ياريت مصر ومصر هتقدر تساهم وتساعد كثير من الدول في انها تنمو وتتقدم. اوه يكون عندكم شك في كده، ظروفنا اللي احنا فيها دي مش هتستمر كده كتير، لان كل عوامل الخير والنجاح بتتأكد لنا يوم عن يوم. وشوفوا ربنا بيعمل معنا ايه، يعني ربنا بيساعدنا وحيساعدنا اكتر من كده كمان. ارجع تاني، كان لابد ان احنا نتحرك مع الاشقاء في اثيوبيا والسودان ونؤكد على ان احنا متفاهمين، والتفاهم مش كلام، وما تبقاش الايد يعني متشككة ومرعوشة ونمضي ما نمضيش نروح ما نروحش. طب ما هو الاخرين على مدى السنين اللي فاتت كلها كانوا خايفين وخوفهم مبرر، ان هو بيتكلم في نقطة او في موضوع من اهم الموضوعات، موضوع المية حياة، بس ممكن خوفك يضيعك وتهورك كمان يضيعك. فاحنا بنتحرك ان شاء الله بين بتوازن دقيق بين الخوف والتهور يعني. فالحمد لله احنا الاتفاق هو بداية، ثم هيعقبه على طول، وده بدأ على طول واحنا هناك. اتشكلت لجنتين، اللجنة الأولى عشان خاطر الدخول في تفاصيل الاتفاق اللي احنا عايزين يعني نوصل له فيما يخص تنظيم هذا الموضوع. في نقطة مهمة جدا انتوا لازم تعرفوا، ان كل الكلام اللي بتكلم فيه ده هيعرض على البرلمان المصري، وعشان كده هرجع تاني لموضوع الانتخابات واقول، وعشان كده انا محتاج ان البرلمان يكون موجود، عشان هو سلطة الدولة، صوت الشعب المصري في حفظ مصالح اهله وناسه المصريين. فانا محتاجه، لان هو هيتعرض عليه الاتفاقيات ديت عشان تبقى واجبات التنفيذ. وعشان كده انا رحت قلت الكلمة فين؟ في البرلمان الاثيوبي، بدي الرسالة للشعب الاثيوبي، بقول له اطمن اطمن، مصر لا ترغب ابدا في اي شر لكم، بالعكس مصر عايزه تتعاون معاكم لاجل خاطر الخير والمصلحه لينا كلنا. فالامور الحمد لله تسير بشكل جيد، وعوامل او عناصر بناء الثقه بتترسخ بيننا وبين الاخرين، وبيتاكدوا ان احنا نوايانا طيبه واعمالنا كمان اعمال طيبه. مؤتمر شرم الشيخ اللي هو مؤتمر القمه واعلان شرم الشيخ، طبعا المؤتمر جاي في ظروف بتمر بالمنطقه، ظروف صعبه قوي، وزي ما انتم شفتم وكلكم متابعين الواقع اللي موجود في كل الدول العربيه تقريبا، يعني ايه المشاكل والتحديات وحجم الاشكاليات اللي بتقابل كل دوله. وبالمناسبه احنا في عصر ما بقتش المشكله تبقى بتخص الدوله لوحدها، ده بقى تخص الدولة ويمكن كمان دول جوارها. فالمؤتمر
احنا طرحنا فيه، كنا طرحين قبل كده الحقيقة على موضوع ان احنا نعمل قوة عربية، والقوة العربية المشتركة اللي احنا اتكلمنا فيها او قوة دفاع مشترك ايا ما كان المسمى. الفكرة كلها ان احيانا امتلاكك للقدرة قد يشكل طاقة الردع المطلوبة لعدم حدوث العدوان، وانتوا في الجيش عارفين الكلام ده كويس. يعني احيانا انك انت بس عندك القوة دي قد تغنيك على انك انت تخش في صراع مع حد. وعشان كده كان الطرح من جانبنا للقوة، وبصراحة انا ما طرحتوش في العلن في الوقت اللي انتوا سمعتوه فيه، لا احنا اتكلمنا فيه من شهور طويلة فاتت على ان في اهمية وفي مطلب وفي حاجة ملحة جدا ان احنا نشكل القوة دي عشان الامور ما تتدهورش اكتر من كده في بلادنا كلنا. احنا متحركين في النقطة دي، عشان كده قلنا حصل في الاعلان شرم الشيخ موافقة على هذا الموضوع، وحيتم رؤساء الاركان القوات المسلحة للدول العربية تقعد في خلال شهر ان شاء الله تحط تصور متكامل لهذا الموضوع، ويتم بعد كده عرضه بواسطة رئيس المؤتمر او رئيس القمة الحالية والسابقة والقادمة، يعني الكويت ومصر والمغرب تقوم يكون تبرور الشكل والتصور الكامل مع الوضع في الاعتبار ان هذه القوة هي قوة بتتشكل بخيارات من الدول، يعني كل دولة من حقها تبقى تشارك او لا تشارك طبقا، مش فرض على اي دولة. دي النقطة. النقطة الثانية ان احنا قلنا في الطرح الاولاني لينا ان احنا مش محتاجين نجيب قوات جديدة، احنا كل دولة عندها قواتها المسلحة، لكن تقول انا اقدر من خلال داخل القوات المسلحة اخصص حجم اي مكان هذا الحجم من القوات الجوية والبحرية والقوات الخاصة او المشاة او المدرعات، حجم تقدر تقول ان ده ممكن تساهم به في حجم القوة اذا تم الاتفاق على كده، لكن ده مش معناه لا انفاق جديد. انا بقوله لينا هنا في مصر، وبقوله حتى لاشقائنا اللي هم بيسمعوه دلوقتي بتفاصيل شوية للشعوب، يعني هو هيتعمل في هذا الاطار، واحدة من مصر، واحدة من السودان، واحدة من ليبيا، واحدة من الامارات، واحدة من الكويت، موجودة في بلادها، موجودة بالفعل دلوقتي زي ما انتم موجودين كده، بس قلنا المجموعة دي هتبقى تخصص لصالح القوة العربية الموحدة. فالحمد لله ده امر من يعني موضوع من الموضوعات الهامة جدا اللي احنا محتاجين كنا نوصل فيها القرار، والحقيقة وصلنا القرار فيها كويس. بقيت الموضوعات كلها كان الهدف من المؤتمر اساسا هو يعني دعم الوفاق بيننا وبين بعضنا. لازم نعترف ان العلاقات والامور مش في احسن حالتها في المنطقه، فعشان كده كان المؤتمر محاوله مني ان انا يعني اجمع ما فرقش، ازيد ما انقص، كان الهدف كده. وانا اتصور ان احنا الحمد لله يعني نجحنا في ده، رساله ايجابيه وصلت للقادة العرب كلهم، وخطوه على طريق ان احنا تضامننا مع بعض يزيد. يمكن حد يقول لي طب واليمن؟ انا عايز اطمنكم ان كل الكلام اللي بفضل الله سبحانه وتعالى احنا كنا بنتكلم فيه قبل كده من سنتين ومن سنه ونص، وما كانش محل تفاهم حتى من الدول الغربيه ومن دول تانية. دلوقتي كل اللي قلناه، وانا لما بقعد مع المسؤولين بقول لهم فاكرين انا قلت لكم الموضوع الفلاني والموضوع الفلاني والموضوع الفلاني، هذا الامر بقى واقع هم بيشوفوه دلوقتي، بقى واقع هم بيشوفوه دلوقتي، وابتدوا يبقى في ثقه بان الامر اللي احنا بنطرحه الهدف منه مصلحه للامن القومي العربي مش حاجه تانية. احنا ما عندناش حسابات ضد حد. مصر دوله كبيره وعظيمه، اوعوا تنسوا ده، مصر دولة كبيرة وعظيمة، والكبير كبير
ما يعملش حاجات صغيرة. يعني ده نقطة مهمة أوي لازم نكون إحنا كمصريين واخدين بالنا منها، إن إحنا اللي عايز يحل لازم يكون أكبر كتير وما يبقاش غضبه بلا حدود. أنا الغضب بحوله لطاقة إيجابية بالمناسبة، الغضب بناء مش هدم. خلي بالكم من الكلام ده كويس، ما تنجرفش ورا مشاعرك بأنك أنت تسأر لنفسك، لا، اسأر لبلدك بأن بلدك تاخد موقعها الذي تستحقه بين الأمم، وده مش بالكلام. يعني عمل وصبر وبناء وتضحية عشان البلد دي الناس تبص لها كده، وهيبص لها كده بفضل الله. أنا بطبيعة تناولي للموضوعات والمسائل فيما يخص اليمن، أنا هوجه نداء، مش هتكلم في تفاصيل ولا في أسباب أبدا، أنا هوجه نداء إلى كل أطراف الأزمة في اليمن، بقول لهم اليمن واستقرارها وأمان شعبها متعلق في رقابيكم، تحلوا بالمسؤولية والشجاعة وخذوا القرار المناسب لحماية بلدكم. هقول تاني، أرجو إن محدش يفهمني غلط في الكلمة ديت، بقول تاني، الجيش والمسؤولين في كل دولة زي اليمن مسؤولين عن حماية شعب اليمن ومستقبله، فعشان أنا مسؤول لازم أخلي بالي من بلدي. فيا رب الرسالة ديت توصل لأطراف الأزمة جوه اليمن ويتمتعوا بالمسؤولية والشجاعة اللازمة لأجل خاطر بلدهم لأجل خاطر شعبهم. وعشان كده أنا ما دخلتش في تفاصيل، التفاصيل دي قد تسيء لطرف على حساب طرف تاني، احنا بنتكلم على خذوا القرار وتراجعوا عشان خاطر بلدكم مش عشان خاطر حد تاني. فما كانش ممكن ابدا نتخلى عن الامن القومي في الخليج، ما كانش ممكن، وما كانش ممكن ابدا ان احنا ما نديش رساله ان احنا محتاجين كلنا نحترم مصالح بعض، ومحدش يبني مصالحه على حساب مصالح الآخرين. أرجو إن الرسالة اللي أنا بقولها دي تكون وصلت لأشقائنا في اليمن المسؤولين والجيش. وعشان كده هرجع تاني للأول كلمة قلتها لما بقول لكم الجيش لمصر مش لحد تاني، هو ده الحماية الحقيقية. كان في مناسبة مرت بينا وهي مناسبة إنسانية عظيمة ويمكن تكون كمان دينية عظيمة، وهو زي ما قال لي ياسر كده الاحتفال بعيد الأم، واسمحوا لي إن أنا باسمكم وباسمي وباسم الإنسانية كمان أتوجه لكل سيدة مصرية وكل أم مصرية بالتحية والاحترام والتقدير، وكل سنة هم طيبين.
أنا أدمت قلبي عندما كنا بنحتفل بيهم والتقيت بيهم في الاحتفال اللي بدأ في الرئاسة يعني. فقابلت سيدة فاضلة جدا اسمها الحاجة سيصة. انتم ما عندكمش فكرة، انا طبعا شفتها في التلفزيون في الاحتفال بتاع وزارة التضامن قبل ما يجوا يعني. من ساعة ما شفتها ساعتها لغاية وانا بكلمكم دلوقتي وانا بتعجب على قدرة المرأة السيدة على العطاء اللي بلا حدود. انا بقول لكم انا التقيت بامرأة في صورة رجل 40 سنة عايشة وسط الناس على ان هي راجل تشتغل بتأكل ولادها او بتأكل بنتها. يعني نداء المسؤولية ونداء الحماية اللي ربنا سبحانه وتعالى فطر بيه المرأة والسيدة اللي أنا بتكلم عليه، اللي هي بتحاجي وبتحمي وبتبني وبتخاف وبتحن وبترحم. فأنا شفتها حتى صوتها، فأنا أول ما دخلت وشفتها فوجهت لها هي التحية فبكت بكت، وكانها بتقول لي يعني أنا ست برضو، كل التحية والاحترام والتقدير لها وللي زيها كتير احنا مش شايفينهم وبيعملوا كده عشان خاطر ولادهم، لكن احنا بنتكلم كمجتمع، احنا مسؤولين عن أهلنا وناسنا. بصوا حوالين منكم والدولة تبص حوالين منها وحتبص وتعمل إجراءات عشان الأمر بتاع أختي واللي زيها في مصر ما يكررش تاني. قلت لها لما شفتها برضو انت شرفت الرجالة والستات، وهي شرفت الرجالة والستات. كل سنة وانتم طيبين، انا سعدت بلقاكم وعارف ان احنا عندنا مطالب كتير ومشاكل كتير لكن وحنتغلب عليها بالصبر وبالعمل وبالأمل. اوعى يكونوا عندكم شك ان احنا بنقطع بفضل الله سبحانه وتعالى نجاحات بشكل انا عارف، لاني بشوف ده وبتابعه مع المسؤولين، فعارف ان احنا بفضل الله سبحانه وتعالى بناخد خطوات جيدة. طب اكتر من جيدة انت عايز؟ طبعا، عشان احنا زي ما قلت قبل كده احنا محتاجين نتحرك بسرعة اكبر من كده وبعزم اكبر من كده وبقوة اكتر من كده. فان شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى كل الخير لبلدنا وللمصريين، لان النوايا طيبة والضمائر طيبة والافعال طيبة، هي البناء والتعمير والإحسان والإخلاص، وليس الفساد وليس القتل وليس التدمير وليس التخريب. البناء والتعمير والإصلاح هو ده اللي احنا بننشده وبنتعاون فيه وبنتحرك فيه. مرة تانية كل سنة وانتم طيبين، وانا اتشرفت بلقاكم وسعيد ان انا موجود وصيكم النهاردة، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شكرا جزيلا. السلام الوطني.